طيب احنا هنكمل شرح بقية الـ types of aortic arch anomaly. زي ما قلنا الأجندة هي ايه الـ type of anomaly والسببها والمورفولوجي بتاعها، امتى تـ suspect clinically ان الـ anomaly دي موجودة، a rule of echo as first imaging modality، واحنا محتاجين other cross imaging modalities ولا لا. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على تاني نوع اللي هو supernumerary او extra aortic arch. منهم نوعين معروفين الاتنين حقيقة، يعني بنقابلهم كتير، البي دي اي والدبل اورتيك ارش. طيب هنبدا بالبي دي اي. من الرسمه اللي احنا شرحناها قبل كده في الامبريولوجي، هو السبب بتاع وجود البي دي اي هنا اللي هو الفيرير اوف ريجريشن للليفت 6 اورتيك ارش. يعني هو المفروض ان بيحصل ريجريشن للليفت 6 اورتيك ارش وكذلك للرايت اورتيك ارش، فاذا الليفت موجود يبقى هيكون عندنا ليفت بي دي اي، لو رايت هو اللي موجود يكون عندنا رايت بي دي اي، ده موست كومن يكون عندنا ليفت بي دي اي. طيب امتى نسسبكت اكشوالي البي دي اي؟ ده واحد من الكومن ليجن في البيدياتريك جروب، هو بيجي بطرق مختلفه، قد يكون ايزوليتد ليجن بس كمان ممكن يبقى بارت من كومبلكس كونجنتال هارت ديزيز، واكشوالي تكون الدكت هي دي السورس الوحيد للبلاد سبلاي سواء كان سيستميك او بلمونري. في ساعات كتير يكون عندنا ليجن كومبلكس هارت ديزيز with duct dependent pulmonary circulation او duct dependent systemic circulation. هي ممكن تكون صغيره فيكون العيان اسمبتوماتيك، بس ممكن تكون كبيره فيجي لنا العيان بفوليوم لود وكونجستيف هارت فيلر. زي ما انتم شايفين السبيكترم بتاع الدكت هو سبيكترم كبير، ودي واحدة من الكورنر ستونز في الكونجنتال هارت ديزيز، فده سبيكترم كبير. ازاي بنعرفها؟ بنعرفها بالايكو. نبدا بالفيوهات السهله، ده شورت اكسس شورت باراستنال، شورت اكسس باراستنال فيو، شايفين فيه البالمونري ارتريز وشايفين الاورتو. شايفين هنا في الليفت بالمونري ارتري، احنا هنا بالتو دي تقريبا مش شايفين اي كوميونيكيشن، لكن بالايكو شايفين في جات اوف فلو لونه احمر، ده معناه انه رايح towards البروب، يعني البروب موجود هنا فوق، حتى بقى مرت ملبيم هنا على شكل 8، فالفلو ده والفلو ده continuous during systole and during diastole، فهي ده معناه ان احنا عندنا communication between the left pulmonary artery وما بين descending aorta اللي هي الضغط. لو احنا شفنا في فيوهات السوبراستينال فيو، منطقي ان احنا هنا نشوف ده اللونج اكسس باراستينال فيو، فشايفين الاورتا مفرود على اخره، شايفين برضو في هنا فلو كونتينيوس لونه احمر رايح من الاورتا للبالمونري. لما بنيجي نحط كونتينيوس ويف، هو احنا لازم نلاقيه كونتينيوس فلو during systole and during diastole كده، فده ده كاركترستيك ايميجينج لوجود الدكت. لما بنشوفها بأثر imaging modality زي السي تي مثلا، ده سجل فيو لحالة فيها ضغط، احنا وقفنا هنا خدنا سكرين شوت يعني منها، فده الأورطة اهو وماشي هنا مقطوع، احنا قاطعينه هنا عشان نبين هنا البلمونري، شايفين البلمونري ادي هنا الريب بلمونري ارتري، شايفين الليفت بلمونري ارتري الكوميونيكيشن بتاعته مع الديسندنج أورطة عاملة ازاي، فهي دي الضغط اللي موجود عندنا. مش دايما بنبقى محتاجين ان احنا نصور سي تي عشان نعرفها، بس ممكن تبقى اسوشيتد انومالي تلاقيها وانت بتكتب ريبورت حالة سي تي. طيب هنيجي بعد كده يكون عندنا قرش زيادة، دبل اورتيك ارش، ده واحد من السيريس كونديشن اللي موجوده هنشرحه بالتفصيل. معنى الدبل اورتيك ارش معناه ان يكون عندنا ايه، زي ما انتم شايفين اتنين اورتيك ارش، الاتنين دول بيعملوا سيركل حوالين حوالين التراكيه والاسوفاجس الموجود عندنا، الاتنين ما بيكونوش قد بعض، ده بيبقى فيه دوميننت ارش وفيه اتريتيك ارش موجود عندنا. طيب خلينا برضو نفهم هي دول اتكونوا ازاي. خلينا نقول ده اناتوميكال ليجن، يعني زي ما اتفقنا قبل كده هيبقى في سيجمنت شود بي ريجريسد فحتى انها موجوده ابنورمالي، او سيجمنت كان المفروض تكون موجوده فهترجريس ابنورمالي. طيب ده الليفت اورتيك ارش، بيحصل ريجريشن هنا في الرايت فورث دورسال اورتيك سيجمنت. طب عشان ده فيتكون عندي هنا ليفت اورتيك ارش، طب عشان يكون عندي تو ارشز مفهومه ان الحته اللي كان المفروض هترجريس دي تتنها، يبقى بريزيستنت للرايت فورث دورسال اورتيك ارش الموجودة عندنا، وما يحصلش ريجريشن للناحيه الثانيه، عشان لو حصل ريجريشن للبارت الثاني هنا يبقى هيكون عندي رايت اورتيك ارش، لكن لو الاثنين تانيهم موجودين هيدونا الصوره اللي احنا شايفينها دي، ان احنا شايفين ان هي دبل اورتيك ارش، يبقى ده فيلير اوف ريجريشن، يبقى هنا فيلير اوف ريجريشن للسيجمنت دي عمل لنا دبل اورتيك ارش. هو اكشولي دبل اورتيك ارش واحده من كاتيجوري هنتكلم عليه اللي هو الفاسكولار رينجز. هي
واشهر انواعهم على الاطلاق. يعني الباسكولار رينج دي عباره عن ايه؟ دي رينج اوف بلاد فيسل بتسيركل الانتراثوراسيك بورشن بتاع الاسوفيجس والتراكيا، زي ما احنا شايفينها، زي ما شايفين انها بتنطبق قدم الاورتيكاش. اهميتها في ان احنا ديفيجن البارت من الباسكولار رينج ده هيريليف البريشر واللي موجود على التراكيا اند اور اسوفيجس. طب احنا امتى نسسبكت ان العيان ده يكون عنده دبل اورتيك ارش؟ اكشولي احنا بنسسبكت بكلينيكال بريزنتيشن. الكلينيكال بريزنتيشن هي بتبقى عباره عن ايه؟ مش احنا قلنا ان الباسكولار رينج دي هي محوطه التراكيا والاسوفيجس، يبقى يكون عندي ريسبيراتوري سيمتومز وهيكون عندي فيدنج سيمتومز. respiratory symptoms inspiratory stridor wheezing chronic cough recurrent respiratory chest infection hoarse cry feeding ان العيان عنده dysphagia failure to thrive shocking الموجود عندنا. الحاجتين دول بيكونوا موجودين في الدبل اورتيك ارش. في الفيزيكال اكزامينيشن الموجود عندنا بنلاقي ان العيان ما بيكبرش، ولما بنسمع صدره بنلاقي صدره فيه slight wheezing بس بنسمع stridor موجود فيها. طيب يبقى احنا كلينيكالي عرفنا امتى نسسبكت ده وده اشهر انواع الفاسكولار رينجز الموجوده عندنا. طب بالايكوم، اكشولي الايكوم عشان تشخص دبل اورتيك ارش وما تعديش عليك، فانت لازم تمشي ان فيري سيستماتيك اند ميتيكولس واي. يبقى احنا لازم نعمل عندنا هنا سوبرا ستاندرد فيوز زي ما قلنا. هنبص نلاقي في سوبرا ستاندرد فيوز ان احنا قادرين ببساطه نشوف تو ارشز على الناحيتين. بمعنى ايه؟ ادي عندنا هنا ده سوبرا سنة فيو لونج اكسس، فاحنا شايفين هنا انا عندي اسنج اورتا ودي ارش ودي اسنج اورتا ودي نيك فيسلز. ولما رحت الناحيه الثانيه برضو عرفت اجيب ارش وديسندنج اورتا ونيك فيسلز. شايفين كاني باصه في المرايه، هي يعني كل الحكايه وانا بعمل سويبنج للبروب في اللونج اكسس، فانا قادره اجيب ان الارش في الناحيتين. طيب حطينا كلر لقينا والله احنا برضو مش بيتهيألي ان ادي عندي هنا اسنج اورتا وادي الارش وادي ديسندنج اورتا، حتى ان الفلو فيه هنا ازرق على انه رايح بعيد عن البروب والفلو هنا موجود احمر. طيب لما رحت للناحيه الثانيه برضو انا لقيت نفس الكلام، قادره اجيب ديسندنج اورتا ارش وديسندنج اورتا ونيك فيسلز رايحه هنا، فانا قادره اشوف تو اورتيك ارشز. اكشولي هي دي حاجه محتاجه حد عنده اكسبيرينس، واحده دي من الكلاسيكال كيسز لكن مش دايما بنقدر نشوفها بالايكو بهذا الوضوح يعني. فلذلك احنا بنعتمد على الكروس ايمجينج السي تي زي ما احنا شايفين بمنتهى البساطه، هي حقنه كونتراست. مش لازم يكون جيتد الصور دي لان دي صور دي بتصور اورطه، فده اكسترا كارديك، فمش لو احنا مش محتاجين انتر كارديك اناتومي ممكن نعملها نان جيتد. فهلاقي عندنا هنا تو ارشز موجودين هنا، واحد منهم اتريتك وواحد منهم هنا بروميننت. موستلي اللي بيكون اتريتك الليفت او رايت، موستلي ان هو رايت الليفت اللي بيكون اتريتك لكن ممكن يبقى رايت. طيب في حاجه تانية مهمه بتلاقوها كتير في الكتب اسمها الفور فيسل ساين. الفور فيسل ساين ايه معناها؟ ان كل قرش مدي تو فيسلز. هو انا ما عنديش الفيرست بريكو كيفاليك اللي بيبيفركيت تو تو فيسلز، لا انا عندي هنا كل قرش منهم مدي اتنين نيك بسلز. فعشان كده هتلاقي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. فلما نلاقي وده مش نورمال، فان احنا نشوفه في النورمال، في النورمال بتلاقي بسل واحد وبعدين مدي و other two vessels، فتشوف ثلاثة نيك vessels. لكن انك تشوف الاربعة نيك vessels مفصولين عن بعض، دي واحدة من الحاجات الاناتوميكال فيتشر كاركترستكس للدبل اورتيك ارش. احنا كده غلطينا النهاردة السوبرا نيوميرستيك ارش اللي هي البي دي اي والدبل اورتيك ارش. هنكمل الباقي إن شاء الله في بقية التوكس. شكرا جزيلا.